نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي في الجزيره، نطمن على اخبار النادي الاهلي اللي بعد التمرين دي يمكن هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الاتحاد ان شاء الله باذن الله بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك والنجم مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام. يمكن في مقدمتك احمد صعبت عليا ان ارحب بكابتن ماهر واقول عنه كلام كتير جدا، ولكن طبعا بضم صوت لصوتك في كل كلمه قلتها عن كابتن ماهر. ربنا يا رب كده يمتعه بالصحه والعافيه ويفضل دايما منورنا باذن الله رب العالمين. يا رب دايما. نطمن منك يا محمد على استعدادات الاهلي في ميرانو الوحيد قبل مواجهه الاتحاد، وعايز اعرف منك عن قائمه المتواجدين واخر اخبار او المستجدات المرتبطه بالاسماء الاتيه: عمرو السوليه، ياسر ابراهيم، احمد عبد القادر. يعني زي ما ذكرت يا احمد ده التدريب الوحيد قبل مباراه الاتحاد باذن الله المقرر لها 7 مساء غدا على استاد القاهره، مباراه مؤجله بالطبع من الاسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز. الفريق حالا وانا بكلمك دلوقتي يمكن في تمرينه الاخير والوحيد زي ما انت ذكرت، التمرين ابتدى في تمام السادسه مساء، كان قبله طبعا في محاضره المستر مارسيل كولر في غرفه المحاضرات هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره، اتكلم فيها طبعا مع اللاعبين عن كل المواقف الفنيه الخاصه بالمباراه. من بعدها على طول بعض التدريبات البدنيه المتنوعه، واحنا كمان كنا في تدريب لغايه اخر لحظات كان تدريبات الكره، وحالا دلوقتي وانا معاك يمكن اخر فقرات المران والتقسيمه اللي هيختتم بها مستر مارسيل كولر تدريبه قبل طبعا اختيار 21 لاعب والدخول في معسكر مغلق بعد الفتره القريبه من استاد القاهره ملعب مباراه الغد باذن الله رب العالمين. بطمنك يا احمد الحمد لله كل اللاعبين موجودين اللي كانوا عايدين من الاصابه موجودين في التدريب الجماعي للفريق باستثناء فقط طبعا احمد عبد القادر اللي ان شاء الله قريبا كمان يكون مع اللاعبين. عمرو السلام كمان طمنا منه على من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بفريق النادي الاهلي، قال انه عمل اشعه بالامس الحمد لله الامور مطمئنه، عنده بس شد خفيف كده في احد العضلات الضامه بالتحديد العضله الرشيقه زي ما ذكر لنا دكتور احمد جاب الله، ولكن ان شاء الله الامور بسيطه ومطمئنه. بطمنك وطمن جمهور النادي الاهلي قريبا جدا ان شاء الله هيكون مع الفريق، ولكن بالطبع هيكون خارج مباراه الغد باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله شاركوا في المران بشكل كامل بشكل اكثر من رائع، سواء محمد الشناوي، ديانج، ياسر ابراهيم، كل الغائبين الحمد لله موجودين في التدريبات. يتبقى فقط طبعا وجهه النظر الفنيه لمستر مارسيل كولر في اختيار قائمه المباراه وكمان ال 11 لاعب باذن الله اللي هيبتدوا مباراه الغد. ان شاء الله نتمنى له التوفيق في اختيار الخطه التشكيل، ونتمنى كمان التوفيق للاعبين داخل المستوى الاخضر باذن الله يكون 3 نقاط جديده مهمه جدا في مشوار الدوري العام باذن الله رب العالمين. بعد التمرينه بتاعه النهارده الاهلي يدخل معسكر مغلق للاستعداد لماتش بكره يا محمد مظبوط؟ باذن الله رب العالمين يمكن في خلال اقل من ساعه يكون مستر مارسيل كولر اعلن للاعبين داخل غرف الملابس عن قائمه المباراه، 21 لاعب بالفعل هيخشوا في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه المعتاد عليها النادي الاهلي، تبقى قريبه جدا من استاد القاهره تقريبا ثلث ساعه من الفندق يعني ممتاز جدا وفي كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي. ومن بعدها ان شاء الله هيكون اللاعبين هيتناولوا وجبه العشاء اليوم، من بعدها بياخدوا الجميع للراحه، الفريق طبعا بيبتدي يومه بكره الساعه 11 صباحا بوجبه الافطار، بيبقى في تدريب خفيف زي ما تعودنا مع مستر مارسيل كولر الساعه 12 الظهر في فندق الاقامه، الساعه 3 بيبقى الغداء، الساعه على طول يعني 4:30 بتبقى المحاضره، الساعه 5 هيتحرك الفريق مباشره من فندق الاقامه لاستاد القاهره، يمكن ده برنامج الغد بشكل كبير جدا، باذن الله يكون التوفيق معاهم وجماهير النادي الاهلي في ظهرهم، باذن الله يكون 3 نقاط جديده يا احمد. يعني على ماتش الاسماعيلي، الجونه، كمان الاتحاد، ومن بعده ان شاء الله بلديه المحله ان شاء الله باذن الله يكون العلامه الكامله 4 من 4، ومن بعدها على طول بقى نروح للحلم الافريقي باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق.